قطر والحوثيون وجهان لعملة واحدة. أرسلت قطر سيارات مدرعة لقيادة الحوثي في 2014 قبل اجتياح صنعاء، هربت ملايين الدولارات إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة. المال القطري داخل صعدة لتدعيم الحوثيين. مولت حملة إعلامية شرسة بغرض الإساءة للتحالف العربي، زودت الانقلابيين بإحداثيات عسكرية خاصة بقوة التحالف لاستهدافهم، وسقطوا صاروخين قتلوا الكثير من أبناء الإمارات. عرفنا فيما بعد أن هناك كانت خيانة وكان هناك وجود قطري في الموقع اللي احنا كنا فيه، وأعطوا الإحداثيات. عرضت ريشن بمبالغ ضخمة على قيادة حزب المؤتمر الشعبي بعد مقتل علي صالح لإقناعهم بالعودة للتحالف مع ميليشيا الحوثي. قطر وميليشيا الحوثي أذرع إيران لتدمير اليمن. قطر أودعت 300 مليون دولار لصالح جماعة الحوثي. عصابة الحوثي تحاربنا بأموال قطرية وبحق إيراني.